تحية لكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من مساحة للرأي. شكلت الرعاية الصحية خلال السنوات الماضية جزءا اساسيا من نظام الدولة، وحظي ملف الصحة باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار ان صحة الانسان من المقومات الاساسية في بناء المجتمع، وهي حق اصيل من حقوق الانسان. ولايمانه الشديد بهذا الحق وما يترتب عليه من اثار مباشرة على التنمية البشرية والاقتصادية ايضا، المتابع لما تم من ملف الصحة بوجه عام وما اتخذته الدولة من خطوات تستهدف تحقيق الهدف الأسمى، وهو أن يحيا الإنسان المصري حياة كريمة. مصر أصبحت تمتلك نظاما صحيا قويا يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده الحياة بشكل عام، وهو ما أسهم أيضا في تحسين المؤشرات الصحية للدولة المصرية على المستوى العالمي وتحقيق المستهدف من رؤية مصر 2030. حول ملف الصحة يسعدنا أن يكون معنا ضيفا عزيزا الأستاذ الدكتور محمد حسن منيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب قصر العيني. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا. اسمح لنا نذهب إلى تقرير أوان نتابعه مع السادة المشاهدين، ثم نعود مرة أخرى إلى التقرير. تمضي الدولة قدما نحو بناء نظام صحي متكامل وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة للمصريين وفقا لأحدث المعايير العالمية. وفي هذا الإطار أطلقت الدولة حزمة من الإصلاحات والمبادرات الصحية التي تستهدف تحسين الصحة العامة للمواطن وإحداث نقلة نوعية شكلا ومضمونا في المنظومة الصحية، عبر رفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في جميع التخصصات. كما يعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وتوسيع نطاق التغطية للمواطنين المستفيدين من خدمات العلاج على نفقة الدولة بإجراءات ميسرة أحد مزايا خطة التطوير، إلى جانب تعزيز جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية الطارئة. ليس هذا فحسب، بل تميزت وتفردت الجمهورية الجديدة بإطلاق عدد من المبادرات الصحية برعاية القيادة السياسية التي وجهت بإطلاق باكورة المبادرات الصحية 100 مليون صحة، والتي ضمت تحت غطائها العديد من المبادرات، من بينها الكشف على فيروس سي والأمراض غير السارية والمزمنة، والكشف المبكر على الأورام السرطانية، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار. كل هذا إلى جانب المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والطفل. كل تلك الجهود وضعت مصر ضمن أفضل دول العالم أداء بمؤشر تغطية الرعاية الصحية الشاملة، حيث أشارت المؤسسات الدولية بهذه الجهود. كما توقع البنك الدولي أن تعزز خطة مصر لتنفيذ الرعاية الصحية الشاملة نمو قطاع الصحة، كما ستوفر لجميع المصريين إمكانية الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة، فضلا عن دعم الرعاية الصحية للأسر ذات الدخل المنخفض. كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن قانون التأمين الصحي الشامل هو خطوة رئيسية للأمام، معربة عن ثقتها في نجاحها، ومؤكدة دعم تطبيقها بجميع أنحاء البلاد لتحويل حلم الصحة للجميع إلى حقيقة ملموسة لكل المصريين. أهلا بكم من جديد، ونجدد التحية بالأستاذ الدكتور محمد حسن منيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بقصر العيني. أهلا وسهلا فندم، واسمح لنا نبدأ هذا الحوار أولا، كيف تقرأ بشكل عام ما تم إنجازه حتى الآن في ملف الصحة في مصر؟ لو جينا نجمل ما حدث فهو إنجاز غير مسبوق وحقيقي يجعلك فخور إنك مصري، لأن هذه الدولة بهذا الشكل اللي تم في خلال مدة الثمان سنوات السابقة كان حاجة غير عادية، بدءا من مشروع فيروسي والقضاء على فيروسي اللي هو ابتدى في 2014، والمنظومة اللي تمت بيها قبل ما نتكلم على مبادرة 100 مليون صحة والمسح اللي تم، لان في فرق بين الاثنين. المبادرة في 2018 واستمرت لطلبة المدارس، لكن لما نيجي نقول منظومة القضاء على الفيروس، وجود مراكز في المحافظات بشكل محدد، توفير الدواء، المنظومة المنظمة بشكل دقيق، وجود اطباء مدربين على اعلى مستوى وفنيين جاهزين، ده كان شيء غير مسبوق. جعل مصر طبعا الدواء كان بيتوفر فيها برقم رقم كبير مجانا
في وزارة الصحة، وبأرقام زهيدة للي اللي مش عايز ينتظر دور في كان موجود في الصيدليات المصريه، ده شيء يعني عظيم جدا اللي هو سوفال وكل المشتقات اللي تمت بعدها ماده سوفاسبوفير، والاجيال كلها كانت مصر ملاحقه لهذا الامر. كان نسبه الاصابه في مصر قد ايه بفيروس سي؟ الحقيقه احنا اللي كان بيقال كان ارقام اكبر من اللي لما تم المسح كانت الارقام اقل. يعني كنا بنتكلم ان الارقام تمثل اكتر من 20% من الشعب المصري في هذا يعني، او الارقام اللي هي كانت مبالغ فيها، لكن هو الرقم برضه كان كبير، هو ما كانش 20% هو كان اقل، لكن بس ده ما قبل حدوث هذا الامر. لكن لما نيجي نشوف المسح اللي تم والمعلومات اللي تمت والداتا اللي عن كل المصريين الصحيه، لان هو ما كانش بس عن فيروسي، انت كنت بتكشف عن السكر وعن الضغط الامراض الغير سريه اثناء هذه المنظومه اثناء مبادره 100 مليون صح. فمنظومه القضاء على فيروسي في مده زمنيه قصيره بتوفير دواء مجاني وبسعر زهيد، السعر العالمي كان لمعظم هذه الادويه الجرعه العلاجيه كانت بتصل من 150 الف دولار لاكثر. بعد كده نزلت في حاجات ب 120 الف دولار وحاجات ب 100 الف دولار، لكن انت في مصر كان الناس بتاخده ب 3000 جنيه، وبعدين نزل الجرعه العلاجيه الكامله، وبعدين نزلت النهارده الى ارقام تحت ال 1000 جنيه في هذا الزمان. مع توفير هذا الدواء دي حاجه غير مسبوقه فعلا، وبشهاده المؤسسات العالميه منظمه الصحه العالميه والامم المتحده اشادت بهذا الامر، ده شيء يجعلك فخور لان الانجاز في مده زمنيه قصيره مع اطلاق الحمله مبادره 100 مليون صحه والكشف المبكر واستمرارها لطلبه المدارس لمنع هذا الفيروس اللي هو ما كانش فيه بيت في مصر لا يعاني من فيروس سي، ما كانش فيه حد. والريف المصري كان ما فيش بيت في مصر في ربوعها من اولها لاخرها، وما كانش فيه حاجه اسمها يعني احنا كنا بنشوف التلف الكبدي القيء الدموي المقاسي خلاص اللي بيصاب بالكبد احنا يعني كان مصيره من وجهه نظر اللي حواليه طب خلاص ده عنده الكبد، يعني الناس كانت فقدت الامل. وبعدين دخلت على الحاجات اللي هي العلاج مش عارف ده حاجات غريبه جدا والمكملات وما انزل الله بها من سلطان، كل الناس كانت بتحاول تجتهد، لكن جت المنظومه في 2014 قضت على هذا الفيروس في مده زمنيه قصيره. توالت المبادرات الصحية يعني بدءا من الجنين وتوفير الرعاية الصحية إلى حتى كبار السن والأم وطلبة المدارس. صحيح. مجموعة من المبادرات المبادرات الكشف المبكر عن الأورام، التقزم، السمع، السمنة، الضغط، السكر، الأمراض الغير سريعة. بعدين لما نيجي نشوف بقى يعني إحنا بس اتكلمنا دلوقتي على هذا الأمر، لما تيجي نشوف منظومة الكلى انت عندك اكتر من يعني انت زادت المراكز الى 745 مركز غسيل كلوي او اكثر. دي مشكله على فكره تؤرق كل الدنيا، الفشل الكلوي ده قصه مذهله، انت بقى عندك 700 مركز بتغطي، ما بقاش عندك مشاكل في هذه المراكز، موجوده في ربوع مصر وفي كل المراكز المتخصصه. طب الى جانب النقطه دي او ما تم على مستوى الكم يا فندم، على مستوى الطبيب المصري وعلى مستوى الممرض وما تم انجازه من رفع كفاءه يعني هذين او العناصر البشريه اللي بتتعامل مع صحه المصريين بشكل مباشر، كيف تقيمه سيادتك؟ احنا لما نيجي نتكلم على الطبيب المصري هو طبيب كفء، هو مطلوب في كل اماكن الدنيا، ولما بنشوفه في اي حته في الدنيا بنجد له كفاءه. المعايير المصريه النهارده انت عندك منظومه التامين الصحي بقى فيها حاجه اسمها منظومه المعايله اللي هي الجهار. النهارده دي بتقيم المستشفيات والاطباء عشان تديهم ترخيص، دي هتستمر وهي دي اللي هتحل مكان الترخيص، فهي اللي بتقيم. فده نهضه شامله بعد ما يعني ما كان كانت الامور بسيطه، بقى عندك حاجه اسمها الزماله المصريه، بقى عندك المعايير المصريه والتدريب المصري في وزاره الصحه، بالاضافه الى العمل الجامعي اللي هو بيقدم التدريب الجامعي والشهادات العلميه. فالنهارده حضرتك بقى حتى كل الناس هتروح يعني عندك الاخصائي، عندك الاستشاري، عندك الممارس، كل الامور واضحه بمعايير طبيه عظيمه. ده فكره الطبيب. طبعا المنظومه دي مستمره وهتزداد وهتتحسن، طبعا فيها هتبقى المعايير دي هتخلي الطبيب يبقى موجود في اي مكان في العالم، طبعا انت مش هتبقى بدون معايير. الدوله قدمت له ما هي الدوله قدمت ده تقديم الدوله، هو ده مش الاجتهاد.
ودي المعايير. ما حضرتك لو ما فيش معايير حضرتك هتاخد بأدنى المتطلبات. طيب انا سؤالي يوجد معايير عملتها الدوله تمام علشان التمويل ده يستطيع ان يكون جوه المنظومه، والا لم تسمح له ان يكون جوه المنظومه اللي احنا قلنا عليها معايير الجهار اللي موجوده اللي هي تبع ما هو التامين الصحي النهارده بيقسم الى الجهه المانحه الجهه مقدمه الخدمه واللي هي جهه يعني جهه التمويل والمانحه والجهه الرقابيه اللي هي هتراقب كل من سيقدم الخدمه الطبيه في مصر وهتراقب المعايير سواء المؤسسيه او الطبيب او الممارس او الجهات المعاينه او التمريض او خلافه. واحنا شفنا هذه المنظومه مثلا لما طبقت اصل هي هتبقى عامه في المرحله الاولى لما قلنا انها موجوده في بورسعيد والمراحل الاولى من هذه المنظومه الرضاء العام الشعبي عن يعني او متلقي الخدمه عن هذا لانها بمعايير عالميه بمستويات عظيمه فالموضوع اختلف عن فكره التامين الصحي اللي كنا نعرفه من 20 سنه اللي كانت الناس يعني انا في التامين انا ما عنديش فرصه ثانيه لا ده انت عندك تامين ومجانا بمعايير عالميه. على فكره ده موضوع مش سهل في اماكن كثيره من دول العالم وما زالت الدول الاولى دول العالم الاول تعاني من هذه السهل بالنسبه لدوله زي مصر بتعاني من يعني تحديات اقتصاديه معينه خاصه في الفتره انا مع الاداء اللي انا شايفه في مجال الصحه بالرغم ان الدوله نفسها بتقول ان لا انا شايف انه اداء عظيم واكثر من الدول الاولى ولا اقول هذا هو احنا عندنا الازمات اللي مرينا بيها اللي شفناها مثلا ازمه كورونا دي كانت فاضحه لكل المنظومات الصحيه العالميه احنا شفنا اوروبا كيف كانت تعاني هل احنا شفنا ده في مصر؟ لا ده بمعنى الكلمه انت ما كانش عندك نقص في اجهزه التنفس الصناعي اللي كان كثير من دول العالم بتتكلم فيها انت ما كانش عندك نقص في الاكسجين ما سمعناش عن هذا الكلام في المستشفيات ما كانش عندك نقص دواء انت كان عندك تكدس في بعض المستشفيات وبعض المستشفيات التانية ما كانش فيها تكدس كان حق التطعيم لكل المصريين وغير المصريين انت قمت بتصنيع اول دواء اللي هو دواء ريمديسيفير اللي تعطاه الرئيس الامريكي دونالد ترامب حينما اصيب وقت ازمه الانتخابات يعني الامريكيه في وقتها في حينها وبعدين انت قمت بتوفير دواء المولنوبيرافير في الصيدليات الان موجود داخل الصيدليات يعني بقى عندك علاج للكورونا حينما ظهر عالميا بقى هنا بيصنع في مصر يصنع وموجود داخل الصيدليات الخاصه هو موجود بالمجان طبعا له تسعيره حكوميه وموجود بالمجان في المؤسسات الحكوميه او تبع المؤسسات التابعه المانحه اللي تبع وزاره الصحه. طيب وانت توسعت في التطعيم وكنت متجابه المعلومات الخاطئه المغلوطه عن التطعيمات ان كان عندك مشاكل النهارده ادركنا هل التطعيم بقى بعد الكلام اللغو اللي كان بيصار حوله في اماكن كثيره حتى من دول العالم هل النهارده بنقول ان التطعيم فيه مشكله؟ الاجابه لا الدوله كانت صادقه واضحه صارمه في التنفيذ وماضيه بخطى ثابته وفي النهايه كل المدللين والمشككين يعني فضح امرهم يعني كل من كان ضد التطعيم وكل من كان يراود كلام مش مظبوط فضح تماما يعني او خلاص اصبح ظاهرا ان العلم هو العلم ولا يوجد مكان للاقاويل فالازمه كانت كاشفه بشكل واضح وعظيم الحقيقه ان ما كانش عندك ازمه وبعدين انت شفت المؤسسات الحكوميه اكثر من 350 مستشفى كانت موجوده على في ربوع مصر في ال 26 محافظه المصريه فانت احنا بنتكلم في ايه؟ هو في الحقيقه يعني تقييم ما تم واشاد به اداره الازمه اداره الدوله المصريه لازمه كورونا كان على كل المستويات ما كانتش وزاره الصحه فقط كانت الدوله اسمها مؤسسات نروح نشوف التقرير الذي يرصد مقالته الصحف او مقالات الكتاب في هذا المجال ثم نعود مره اخرى. الشرق الاوسط فيه يؤكد الدكتور خير عبد الغفار وزير الصحه ان مصر تولي اهتماما كبيرا بملف الصحه وتهدف الاستراتيجيه التي تم وضعها وفق مقاييس عالميه الى تطوير الرعايه الصحيه بما يضمن تيسير حصول المواطن الكريم على الخدمات الصحيه كافه. يرى احمد الطيب في مقالات في اليوم السابع ان ما يحدث في قطاع الصحه يكشف اصرارا لتغيير وقع المصريين الى حياه صحيه افضل ليتمتعوا بمستوى متميز من الخدمات الصحية وفق أحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دولية
بما يحسن مستوى الصحة العامة للمصريين. وأشار جريدة الشروق إلى أن القطاع الصحي في مصر شهد العديد من الإنجازات التي تمت على قدم وساق وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لبناء نظام صحي متكامل وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين كافة وفقا لأحدث المعايير الدولية. وأخيرا في جريدة الوطن، ساعدت المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تكوين قاعدة بيانات للمواطنين الكرام والتي تساهم في تحديد المشكلات والأمراض والوصول إليها بشكل مبكر، ما يساهم في رفع معدلات الشفاء. في البداية كانت من حملة القضاء على فيروس سي، تلك الحملة التي استطاعت السيطرة على أحد أخطر الأمراض التي كانت تستنزف القطاع الصحي في مصر بأكمله. ثم تطرق السيد الرئيس لملف الأم والجنين والأطفال بالمدارس بحملة السمنة والتقزم والأنيميا. اهلا بكم من جديد. ما زلنا نواصل الحديث مع ضيفنا الكريم الاستاذ الدكتور محمد حسن المنيسي، استاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب قصر العيني. وكنا قد انتهينا الى تقييم إدارة الدولة المصرية لأزمة كورونا، ووضعنا أيدينا على بعض النقاط الإيجابية الكثيرة مقارنة بدول أخرى حتى على يعني دول كبيرة. إذا ما انتقلنا في الحوار مع الدكتور إلى مجموعة المبادرات اللي الدولة المصرية قامت بها، سواء كان على مستوى المرأة، صحة المرأة أو الطلبة والأطفال، أو على مستوى المصريين كلهم 100 مليون صحة وغيرها، كيف تقيم أولا التعامل معها من الناحية الإنسانية، لأنه في ناس على أرض مصر أكثر من 16 مليون عايشين وحظيوا بتطعيمات وحظيوا بعلاج زيهم زي المصريين. ثانيا تقييمك الشامل بقى، تفضل. لما نيجي نتكلم على المبادرات ده جزء من الموضوع، لكن لما تيجي تشوف المشاكل اللي كانت متراكمة ومتوارثة سابقا، انت كان عندك قوائم انتظار بتقعد السنين. صحيح. ما كانش عندك القوافل الطبية بهذه الكثافة، ده انت في سنة واحدة الكثافة اكتر من 450 قافلة فيهم اساتذة واستشاريين واخصائيين على اعلى مستوى وفنيين. لما نيجي نتكلم على المراكز الاولية والصحية وطريقة التنمية، وكان الوزير يعني بيتكلم على دورها كما شاهدنا يعني، فانت هذه المراكز زادت باكتر من 50% في مدة زمنية قصيرة 8 سنوات الضعف تقريبا. ده جزء من المنظومة. فانت قوائم الانتظار، الكلى، المبادرات الصحية اللي حلوا، يعني احنا عندنا كام مشكلة تقزم، هل هو رقم كبير؟ زراعة القوقعة هل هو رقم كبير؟ الدمار العضلي اللي السيد الرئيس كلم عليه بشكل مباشر شخصيا، هل ده رقم كبير؟ فانت الاهتمام بأدنى التفاصيل والصغيرة لحق لكل مواطن، كبار السن نفس هذا الموضوع، ما احنا كلنا هنبقى كبار سن ان ربنا ادانا العمر، وتهتم بالاداء الصحي وتهتم ان انت تاخد هذه الرعايه ما انت بتتكلم عليها النهارده علشان نحظى بيها جميعا، مش 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 جزء من يعني فقط. فانت شايف ان المنظومه على المستوى تثق فيها وانت سعيد بيها، والاداء ده الحقيقه بيجعلك فخور انك مصر. هو مصر فيها روح الحقيقه، يعني ما بتقدرش تشوفها في اي حته في الدنيا. فيها روح لما بيبقى عندنا تركيز وعندنا اراده وعندنا قياده واضحة ورؤية صارمة، فانت الامور بتمشي بخطة سريعة. اللي احنا بنتكلم عليه ده احنا كلمنا ان هو 8 سنين، احنا فاكرين ان ده مدة زمنية كبيرة، الحقيقة هي مدة زمنية قصيرة، لان اللي تم فيه محتاج اللي تم ده محتاج حقب زمنية كبيرة، وبقى كل مواطن يلمس هذا الامر. احنا لما نيجي نتكلم على مبادرة 100 مليون صحة، ده كان فيها جزء اجباري، هي مجانية اجبارية يعني فيها جزء من الطريق، انت مش هترخص عربيتك، انت مش هتطلع بطاقتك، انت يعني انت طبعا ما كانوش بالسراب، يعني هي في الاول الوضع كان عشان الكشف البكري والقضاء على فيروس سي، القضاء عليه، يعني احنا دوله ده شيء مش سهل انه يتم، يعني في قياده حكيمه وراء هذا الامر. صحيح. طيب بشكل عام الأمن الصحي لحياة المصريين للمصريين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي بشكل عام مفهومه، تقييم سيادتك بكم في المية تم تحقيقه خلال السنوات الماضية؟ لا في المدة الزمنية انت ما بقاش عندك مشكلة كبيرة الحقيقة، انت عندك كشف مبكر عن الأورام، ده ما كانش موجود على فكرة، انت كنت دايما نشوف الناس في المشاكل. احنا يعني عايزين نتكلم ان امتداد
حمل الفيروسي كان في كشف مبكر عن اورام الكبد. الفكره الموضوع ده تخصصي جدا يعني ودقيق، ويعني ان الدوله توليه اهتمام بهذا الوضع والفحص المبكر والتعامل معاه داخل مراكز وزاره الصحه. احنا بنقول وزاره الصحه، احنا ما بنتكلمش على الجزء الجميع اللي هو بيقوم بدوره من الاول، اللي هو الجزء اللي يحظى، بس في النهايه ده تحت مظل الدوله. صحيح. بس الجامعه هتخدم كام قد ايه؟ لكن وزاره الصحه اللي احنا شفنا حجمها في ازمه كورونا، انت شفت اكثر من 350 مستشفى او 71 مستشفى كما طبعا لا اذكر الارقام، مع النمو البنيه التحتيه بخطى متلاحقه وسريعه والتجهيزات السريعه وكفاءه الاطباء والملاحقه والصرامه والزيارات الميدانيه من قبل المسؤولين للسيطره على هذا الامر. وبعدين هي مش بس وزاره صحه، هي منظومه دوله، الوزاره لوحدها لن تستطيع ان تقوم بهذا بدون دوله وبدون قياده حكيمه عندها رؤيه وراء هذا الامر. فده اراده سياسيه حكيمه ومنظومه منها وزاره الصحه طبعا اللي هي الاساس اللي احنا بنتكلم من خلاله، لكن هي دوله. صحيح. المفهوم يعني حياه كريمه، ده الهدف الاسمى والغايه من كل المبادرات ومن كل ما تم انجازه من فعلا الحياه الكريمه هو رفع مستوى الانسان المصري. احنا مش عايزين نتكلم، انت شايف نهضه تنمويه في كافه القطاعات. يعني انت لو عايز تتكلم على النهضه المصريه، لا، انت القرى شكلها بيتغير، الاماكن العشوائيه تقريبا انت بتبقى فخور لما تتفرج على القضاء على العشوائيات. وهذا جزء من الاوبئه، وده جزء من المرض، وده جزء من هو ده الحياه الكريمه. الرعايه الصحيه لكبار السن يا فندم، المبادره دي او البرنامج ده تقييم سيادتك ليه ان هو حتى يعني بالمجان للاشخاص من عمر 65 عام فقط؟ واحنا الحقيقه الرعايه الصحيه في مصر مجانيه الا اذا رحت قطاع خاص، فده موضوع تاني خالص. لكن الرعايه الصحيه في القطاعات الحكوميه مجانيه، وان كان في حاجات بالاسعار الزهيده او يعني لكن في النهايه هي لا تمثل اي، هي مجانيه بمعنى الكلمه، يعني ما فيش فيها لكبار السن. وكبار السن نوعيه الخدمه المقدمه لهم في طب اسمه طب كبار سن. ومصر بتقدم هذا الكلام، احنا اتكلمنا من الربيع لكبار السن فكلهم خدوا هذا الكلام. هي منظومه دستوريه احنا اتكلمنا فيها حق المواطنين، لكن قد ممكن يكون كلام لكن هو الحقيقه تم تنفيذه مش كلام. صحيح. لما تيجي تتكلم على مثلا منظومه الكلى، ده حاجه قصه ما كانتش سهله. انا بكلمك على التفاصيل بشكل يعني معمم، لان لو جينا نتكلم على تفصيله ده مش يعني لما نيجي نتكلم عدد مراكز الكلى، دي كلمه يعني اطباء الكلى عارفين انها موضوع مش سهل. ومنظومه وتجهيزات وتحاليل واجراءات وتكلفه، يعني ليس طبعا كثير من الناس على نفقه الدوله، مش كثير. هل ادى ذلك الى رواج السياحه الاستشفائيه في مصر؟ الحقيقه انا ما عنديش معلومه عن هذا الامر، لكن في وقت فيروسي انا شفت الناس من دول اوروبا الشرقيه واماكن كان عندهم فيروسي وما عندهمش مظله تامينيه، والارقام عندهم يعني انا يعني في ال 15 و16 شفت كثير من اخواننا في كثير من دول العالم عندنا هنا، والمصريين المقيمين في كثير من الدول يعني شفنا اجانب وشفنا مصريين عايشين بره حتى عندهم مظله بيتعلموا فيروسي. الحديث يعني يطول في ما تم انجازه في ملف الصحه، لكن لا يسعني مشاهدينا الكرام في النهايه الا ان نتقدم بالشكر الجزيل باسم حضراتكم لضيفنا الكريم الاستاذ الدكتور محمد حسن منيسي، استاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب قصر العيني. شكرا يا فندم، شكرا على الطاقه الايجابيه الحلوه اللي خدناها من سيادتك. شكرا يا اخي. شكرا جدا مشاهدينا الكرام، شكرا لحضراتكم انتم ايضا على حسن المتابعه. غدا حلقه جديده وفريق عمل جديد ومساحه للراي. الى اللقاء.